مرتين. في حدا عنده مشاكل بقصة يشوف الفيديو والله ماشي الحال؟ بعد ما بين سكرين يا استاذ. بعد ما بينت سكرين مظبوط، لانه بعد انا ما بعتش، عملت شير للسكرين. يلا راح بلش هلا اعمل شير للسكرين او بارتاجي السكرين. هلا لازم تكون بينت الشاشة ماشي الحال. وي دكتور، اوكي، نحن المرة الماضية كنا عم نشتغل على اكزرسيس بخليني اعمل بيرميتاسيون لاثنين اثنين فالور. اول فالور حطيته بوات بفاريابل سميته ا، والثاني فالور حطيته بفاريابل سميته ب. دونك لاقدر انا اعمل بيرميتاسيون، قلنا مش لازم ضيع لا الا ولا البي، لانه مانيش عارف انا شو هو الفالور، بس مخزن بالفاريابل. دونك بحاجة لفاريابل ثالث سميته سي، هو فاريابل من خلاله بقدر خزن بشكل تمبورير الفالير الموجود بالآ، وبعدين بصير فيه انقل الفالير اللي بالبي حطه بالآ، وبعدين الفالير اللي بالسي اللي كان هو الآ قولي برجعه على البي. دونك السؤال بآخر الإكزرسيس اللي معكم إياه بالشابيتر من رؤى عم بيقول لي بيرميتاسيون دو، كان عندكم يمكن 5 ريال، دونك حطيناها 3 ريال نحن، و 5 و 6 راح تكون هي ذاتها تقريبا نفس الشيء. دونك بحاجة لفاريابل انترميديال لحتى احفظ اول فالور، وبعدين بصير في نقول الاول على الثاني على الاول والثالث على الثاني، وانسيد السويت بهالشكل هذا. لنقدر نعمل هذا الاكزرسيس راح نروح، هو موجود ب الفيش ديكزرسيس الجوريثم، فيش ديكزرسيس اكزرسيس نمرو 1. اذا عندكم اياه هلا نروح علي دغري، اذا لا راح اروح انا مباشرة على الاكزرسيس نمرو 1. اكزرسيس نمرو 1 ب الاكزرسيس الموجودين عندكم بالسيبورت بيكور. دونك شو بيقول هالاكزرسيس؟ اون ديسبوز دي تروا فاريابل ا بي اي سي، اكريفي ان الجوريثم ترانسفيرون ا بي لا فالور دو ا سي لا فالور دو بي اي ا لا فالور دو سي، توجور كيل كو سوا لي كونتوني دو سي فاريابل. دونك شو ما يكون موجود جوات الفاريابل A و B و C ما عنده أهمية، بس نحن عم ناخذ الميثود أسويزر. الميثود هي كلمة ألغوريتم، دونك هالشي اللي نحن بدنا نبلش نجرب قد ما فينا إنه على طول نلاقي ألغوريتم حل، طريقة حل. دونك رح نيجي نمشي على الألغوريتم جاهز هلا، يعني هلا بدنا نشوف نحن بهالحصة بعض الالجوريتم اللي هن ديجا بري، وبس نخلص هاي المرحله الاولى بصير المرحله الثانيه السؤال اكريفي ان الالجوريتم. هلا خلينا شوي نتعلم بعض الانسكشن اللي شفناه هون الحصه الماضيه. دونك اول شيء كلمه الالجوريتم، قلنا كل بروجرام بده يبلش بكلمه الالجوريتم، بعدين بنعطي اسم البروجرام اسم الالجوريتم. انا مسميناها هون بيرميتاسيون. الفاريابل قلنا هلا بنتركهم شوي وبننزل لجوات الدي بي والفان. هسه جوات الدي بي والفان هون بنصير نشتغل نحن مباشرة عليهم لحتى نشوف كيف بدنا نشتغل. وكل ما نعمل نستخدم فاريابل، يعني نكتب فاريابل وبحاجة للفاريابل، برجع بضيفه على لائحة الفاريابل الموجودة عندي هون. منبلش هلا، عم بيقول لي في عندي ثلاثة فالير A و B و C. لك أول شغلة لحتى يصير الـ A دوميني لازم أطلب منه للإتيليزاتور إنه يدخل لي الفالير رح أحطه بالـ A. هيك بتصير فيه يقول أنا إنه الـ A هي دوميني صارت موجودة.
Donc, écrire, donc, ou affiche, on a l'instruction, écrire, mais le hatasir, on a l'étamal, mal l'algorithme, يعني بيطلب مني شغل الالجوريثم من خلال اللي يرقاه وبيعمل لي افيشاج على الشاشه. دونك اكرير هي اكيفالون لاكوا يعني اكرير؟ اذا بنحط الديفينيسيون او شيء اكرير او افيش هي اكرير الاكرون. او افيشي يا اكرير يا افيشي. وضحت الشغلة؟ يا شباب وصبايا. وي دكتور. بدكم تتفاعلوا شوي معي لحتى اشوف انه شو عم بيصير معكم. يعني هيك لحتى نصير نعرف اياها فهمتوها اي مشي حالها اي في مشكلة. يعني وقت بسأل سؤال على القليل واحد يرد علي حتى نشوف شو عم بيصير. دونك اكرير قلنا او افيشي كل شيء جوات القيمه بيطلع هو ذاته على الشاشه. شو بتطبع لي هيدي على الاكرون؟ بتطبع لي المساج اللي هو موجود اونتر قيمه من هون لحد هون اي كومبري لي زيسباس. دونك هي المساج هو ذاته راح يطلع عندي على الشاشه. طلع لي على الشاشه دون لو بريمير والكرسير وين وقفت؟ وقفت ملزقة بشو؟ بالأرض. ليش ملزقة بالأرض؟ لازم أعمل أنتر لأنه هون القيمة جاي دغري ورا الأر مباشرة. إذا أنا بدي أترك إسباس لحتى تبعد هاي، أنا لازم أترك هون قبل القيمة حط اسباس. بس حط اسباس ساعتها هون بس تطلع على الشاشه كمان ببين الاسباس. يعني الكرسر واقف هلا هون. دونك اكرير بتطلع المساج الموجود هون جوات القيمه مثل ما انا كاتبه فعليا 100% بدون القيمه. هذه شغله بسيطه. اي شغله بدي انا اعمل لها افيشاج على الشاشه بحطها جوات قيمه وبستخدم الانسكسيون اللي اسمها اكرير او افيشي او برنت مثل ما بدكم. طيب ليعرف الاتيليزاتور شو مطلوب منه. دون لو بريمير فهمنا خلصت الانسكسيون هاي في بوان فيرجول. قلنا البوان فيرجول تعطيني هي نهايه الانسكسيون. نرجع للانسكسيون اللي وراها. شو الانسكسيون اللي وراها؟ لير ا. شو قلنا نحن عن الانسكسيون لير المره الماضيه؟ جو رابيل انه هيدي الانستركسيون بس يوصل عليها الالجوريثم او البروسيسور او الكومبيلاتور بليتو بيوقف الاكزيكسيون على هيدي الانستركسيون وبينتظر من الاتيليزاتور ينفذها لهي الانستركسيون. شو بتطلب هاي الانستركسيون لير؟ عم نقول له للاتيليزاتور تفضل دخل لي دوني من خلال الكلافيه على الكيبورد. بدك تدخل لي اياهم وهول الفالور اللي دخلتهم على الكيبورد بعد ما تعمل انتر بصيروا مخزنين بالفاريابل اللي اسمه اه. دونك الفاريابل اه لازم يكون معرف عنه انا في فاريابل اسمه اه وشو بدي اخزن في جواته؟ اونتيي. دونك انا بدي لحتى اقدر اشتغل بشكل صحيح لازم يكون كاتب مساج يكون كلير لمين؟ للاتيليزاتور. دونك كلير للاتيليزاتور المفروض اقول له انا دوني لو بروميير شو؟ اوكي اوكي دو بوان وبنحط اسباس. بيجي بيكتب لي هلا هون على الشاشه دوني لو بروميير اونتيير وبيعمل لي اسباس دو بوان واسباس. هسا بيجي انا للانستركسيون الثاني لير ا وقف الاكزيكسيون وبعد الكيرسر ناطره هون مطرح ما هي موجوده. لازم دخل انا شو؟ عدد. قمت دخلت انا بالانستركسيون لير ا دخلت الفالور باريكزومبل 7
هسه بس اعمل سيت. شو لازم اعمل انا ورا سيت؟ طالما ما عملتش انتر معناتها بعدها واقفه على الانستركسيون لير ار. بعد ما خلصتش الانستركسيون لير ار دونك لازم دخل فالور وبعدين اعمل انتر. ولكن احنا بنعرف الانتر بس نعمل انتر. لاحظوا شو بيصير، الكيرسور وين بتنزل؟ بتنزل على السطر، مزبوط؟ دونك نحن راح يصير في عنا نفس الشيء هلا على الشاشه، بس تيجي لحد الانستركسيون لير ار وندخل الفالور على الكيبورد، الفالور اللي كتبته انا على الكلافيه راح يبين قدامي على الشاشه. ولكن وقت اللي بعمل الانتر انا، هاي علامه الانتر هون هسه بالوورد، وقت اللي بعمل انتر الكرسر تنزل على السطر الثاني. هاي بالنسبه للاكرام. ولكن خلصت هلا الانستركسيون لير ار. دونك شو صار عندي هلا بالفاريابل ار؟ صار عندي سات. ولا ننتقل هلا على الانستركسيون نيميرو 2. انستركسيون نيميرو 2 شو بتعمل لي افيشاج هاي على الشاشه؟ تكتب لي دوني ها؟ نعم؟ مش عارف كله. دوني لي سيكون. وين تكتب لي هيدي المساج؟ على سطر جديد؟ على سطر جديد، ليه على سطر جديد؟ لأنه وقت اللي عملنا أنتر ورا السات ما نزلتش الكرسر على السطر الثاني. ساعتها بدها تكتب لي على السطر الثاني دوني لو سيكون. وكمان وقت اللي بتنزل خلصت الانستركسيون لير بي، الكرسر رح تضل معلقة وين؟ ملزقة بالبي. لحتى ما تلزق بالبي شو بعمل أنا؟ حط دو بوان واسباس ورا دو بوان. هيك ببين انه الفالور اللي راح يدخله هلا راح يكون بعيد عن حرف الدي. دونك هول البريزنتاسيون على الاكرون لازم ننتبه له نحن لحتى ما يطلعوا كل الكلمات ملزقين ببعضهم وكل الفالور ملزقين ببعضهم. كيف بدي اعرف هذا فالور وهذا فالور وهذا فالور؟ دونك بدي استخدم الاسباس. دونك دخلنا هلا هاي الافيشال لير بي، نطر لحتى ادخل انا فالور، قمت دخلت فالور مثلا 3 وعملت انتر. شو صار في عندي هلا بالبي؟ صار في 3 هون. حتى نحط المساج اللي بده يعطيني اياه على الشاشه. اوكي دوني او دون، ناخذ هذا المساج طبع لي اياه على الشاشه. هلا دخلت الفالير 3، بمجرد ما اعمل انتر نزل على السطر الثاني. السطر الثاني شو بده يعمل لي هلا؟ يعمل لي افيشاج لشو؟ دون ان تروازيام. نفس الشيء راح احط هلا دو بوان واسباس لحتى يطلع بعيد، وهيدي المساج كله سوا راح يطبع لي اياها على الشاشه. ولا دونك طبع لي دون لتروازيام، وقفت الكرسور بعيد شوي عن الدو بوان. لير سي راح ندخل الفالور 5 بار اكزومبل، وعملنا انتر نزلنا على السطر، صارت الكيرسات على سطر جديد مش هون. يعني صار في عندي اول سطر طلع على الشاشه، يعني سطر ثالث سطر. بنجي هلا للانستركسيون اللي هون اكس، عم بستخدم فاريابل لانه موجود على شمال الافكتاسيون. عشمال الافكتاسيون على طول لازم يكون اسم فاريابل. ليه؟ لانه عم بقول له خزن لي فيه. وين بدي خزن انا؟ في غير عندي انا فاريابل لحد هسه؟ ما في عندي غير فاريابل. دونك على شمال الافكتاسيون، عشمال الفلاش هي اللي هون، اللي عم بقول له دخل لي بهالبوات اللي اسمها اكس فالور، دونك لازم يكون هذا امبلاسمون ميموار. دونك ما في يجي اكتب انا اكس بلس 1. اذا حطيت اكس بلس 1 شو بيصير اكس بلس 1؟ في يسمي فاريابل اسمه اكس بلس 1 شيء؟ كيف قلنا بنعطي اسماء للفاريابل؟ ما يكونش فيها رقم؟ لا فينا نحط فيها رقم، بس ممنوع نحط سين دي بونكتياسيون وهودي الاوبيراتور البلس، ممنوع نحط البلس.
دونك ديجا هاي باسم الفاريابل ممنوعة، بس إذا أنا أقول له إكس بلس أن يعني شو في فالور بالإكس زيد علي أن، دونك في ينفذها لهي الانسيرشن، بس لحتى أقول له خزن لي بهالإكس بلس أن، الإكس بلس أن مناش فاريابل، مناش أمبلاسمون بالميموار. دونك ما فيي أكتب أنا، دونك على طول على شمال الأفكتاسيون، بما إنه عم بقول عم بطلب منه أنا يخزن لي بهالمكان، دونك لازم يكون هو فاريابل، نحن ما فيش عندنا غير الفاريابل اللي هو بيعمل لي ريزرفاسيون بالميموار لاقدر اخزن فيه. دونك شو بدي اخزن بالاكس؟ قلت له خزن لي الفالور البسه اخر فالور اللي دخلته، دخلنا نحن 5. دونك ال 5 حطناها وحطيناها بمحل ثاني. اوكي؟ طيب نيجي هلا السي اللي حطيناها بمحل الاكس صرت فيه يجيب عليها البي. مظبوط؟ لانه الفالور اللي بالسي حفظته حطيته بمحل ثاني، حطيته بالاكس. الفالور اللي بالسي قلت له خزن فيها شو؟ البي. انتقلت البي لوين؟ على السي. بعدين بالبي شو بدي اجيب؟ بقول له جيب لي الفالور الموجود بالار حطه بالبي. عال انتقلت البي للسي وانتقلت الار للبي. طيب والار شو بدي احط فيها؟ بدي احط فيها الفالور اللي كان موجود وين؟ بالسي. بالإكس. اللي كان موجود بالسي وين خزنته انا؟ حطيته بالإكس. مظبوط؟ ساعتها بقول له أ رسوى إكس. بهالحالة شو عملت انا؟ بدلت الفاريابل أ وب وسي. الفالور بالبي حطيته بالأ، الفالور بالسي حطيته بالبي، والفالور بالأ حطيته وين؟ بالسي. بهالشكل. مش الحال؟ دونك نحن على طول وقت بنعمل بيرميتاسيون ان كانت ناين فاريابل ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، على طول بحاجة لأمبلاسمون زيادة. هالأمبلاسمون زيادة شو الأهمية تبعه؟ بقدر بحفظ فالور من هالفالور وساعتها في نقلهم واحد على الثاني على الثالث على الرابع بهالشكل هذا. دونك أفي شيء هسا إذا بدنا نحط هون أفي شيء، دونك هاي علامة اثنين سلاش اللي حطيت لكم اياها انا هون، ملاحظين هاي اثنين ديفيزيون اثنين سلاش، هيدي رح نستخدمها هلا اذا بدي احط كومنتير انا، يعني هلا انا كتبت هودي المساجات اللي هون ورا الانسكريبشن، بس اذا انا بدي اكتب الجوريثم وقول انه هودي ما إلن علاقه بالالجوريثم، هودي شرح لي انا، شو بعمل؟ بحط بهالشكل هذا انه انا عم بستخدم شو؟ كومنتير. واذا ما بدي انا كمان في ما احطها هيدي، بس حط الكومنتير بينعرف. بس عاده نحن راح نشوف انه بالبروجراماسيون في امكانيه الواحد يحط دبل سلاش بهالشكل هذا مباشره بينعرف انه هيدي شو، انه هيدي كومنتير مش من ضمن مش من اصل الالجوريثم. لو كوني نفس الشيء فينا نحط دبل سلاش، وهون فينا نحط شو دبل سلاش، بينعرف انه هودي شو كومنتير. دونك انا عملت لحد هون بيرميتاسيون، بس طلع شيء معي على الشاشه نتيجه؟ لا طلع شيء نتيجه؟ ما طلع شيء نتيجه. لا يطلع نتيجه شو بدي اعطي الامر؟ اف شيء ا بي سي. مظبوط؟ ساعتها بشوف الفالور الموجود بالآ والفالور الموجود بالبي والفالور الموجود بالسي. وضحت الشغله؟ ماشي الحال؟ وي دكتور. طيب رح نرجع هلا دكتور على... اي نعم. في شيء بس واحد ما فهمته، هو انه هول الفلاش اللي نحن حطيناهم هن شو لازم نكتبهم عادة؟ هودي الفلاش؟ هي الفلاش؟ لا لا، اللي فوق لحد اكريغ دوني لو تروازيام، هول اللي عملية اليمين. هول الفلاش اللي هون؟ لا هودي بالورد. او فينا نخفيهم نحن، انا ببينهم في اخفيهم انا هو، او بالورد ما لهمش علاقه بكتابه الالجوريثم. ما هي في البوتون اللي هون اذا عم نشتغل على الورد بيفرجيني كل الكاركتر الموجوده بالفايل، ما لهم علاقه بالالجوريثم. اوكي بعد سؤال. او التابيلاسيون بس انا بس مش اكثر، بس ما لهم علاقه هون. اوكي. بعد سؤال، لما انا اكتب اكرير دوني لو سيكبون حط دو بوان سبيس وسكر البارانتيز
نعم لازم اكتب حط هولي دو سلاش وحط دونيل لو سكون وراح احط الرقم 3 او هدول بس اكسبليكاسيون لالنا. هون حطيتهم، هودي اللي هون حطيت كومنتار عم بشرح شو معنات هاي، شو بيصير من خلال هاي الانسكريبسيون. اوكي يعني بس البروجراماسيون نحن هولي ما بنكتبهم، هولي بس شرح لالنا. انا عم بشرح لكم اياهم وعم بقول لكم شو بيصير، انه شو بتعطي هاي الانسكريبسيون، وعم بقول لك انه هودي السلاش اللي حطيتهم انا لحتى تصيري تفهمي انت انه هودي الشيء اللي جاي وراها هودي كومنتار، يعني مش من اصل الالجوريثم فينا نشيلهم، يعني بس لحتى انا دير بالي او انه اشرح هاي الانستكشن شو بتعمل، بس هيك. ميرسي. يلا لحظة بس جيب. اوكي كومنتات بحطوا الواحد بالالجوريثم لحتى اذا رجع بعد فتره بيشرح له، اذا قري شوية كومنتات بيفهم انه لشو كاتب هول الانستركشن. يعني احنا فينا نشيلهم كلهم هودي، بس لحتى اشرح لكم انا انه فيش قدامي لوح هلا لحتى اقول لكم شو عم بيصير، اكتب لكم شو نتيجه هاي الانستركشن اكريت. هون كتبت لك اياه هون لحتى الكل يفهموا انه هاي الانستركشن اكريت شو بتعمل؟ اكرير يعني معناتها اكرير الكرون او افيشي الكرون. شو بدها تطلع لي افيش الكرون؟ تكتب لي المساج الموجود اونتر جيمي مثل ما كاتبه انا بيطلع هو ذاته. بعدين انستركشن لير تقول لي دخل فالور على الكيبورد واعمل انتر وراه. يوم شرحنا بالتفصيل كيف بتتم هيدي الانستركشن. رح نرجع للاكزرسيس الموجود عندكم باخر الشابتر نمبر 1 اللي اسمه افيشاج دو منو دو سيليكسيون. رح ندور على كلمة منو او افيشاج منو، لازم نعطيني اياها دغري هلا ولا هيها. اكزرسيس نمبر 6 باخر شابتر نيميرو 1. شو الاكزرسيس هي بعد ما خلصنا البيرميتاسيون؟ هلا بعد شوي بنرجع اكزرسيس نيميرو 4 و 5، بس خلينا نبلش بالاكزرسيس نيميرو 6. عم بيقول لي اكريفي ان بروجرام كي بيرمي دافيشي ان منو دو سيليكسيون او شاك شوا ديكلونش اون اكسيون. دونك نحن على طول بحاجه جوات اي الجوريثم او اي بروجرام في بعض الاشياء بدنا نعمل لها افيشاج قدام الاتيليزاتور ونقول له اختار وحده من هودي. دونك اول شغله عم نقول له 1 كونسلتاسيون دي زورير، 2 كونسلتاسيون دي تاريف، 3 ريزرفاسيون، و 4 بور كيتي، واخر شيء بدنا نطلب له فوتر شوا. شو اللي اختار هو؟ ال 1 2 3 ولا 4؟ دونك هيدي اذا نحن بدنا نعمل هي بسموها منيو. يعني بروبوزيسيون، حطيت له بروبوزيسيون قدامه. كيف بدي اقدر انا اعمل هاي الالجوريثم؟ بدي هلا انتم تجربوا تعرضوا لي شيء او تقولوا لي كيف بدنا نعمل هذا الشغله. يعني هي سامبل شو؟ افيشاج. كيف بدنا نعمل هاي الالجوريثم لحتى يطلع لي هاو سطر 2 3 4 واخر سطر في سطر فراغ ورا في عندي شو؟ فوتر شوا. يلا خلينا نفكر فيها كلنا سوا. بعدكم معي ولا فليتوا؟ ايه دكتور صحيح. يلا شو بدنا نعمل؟ هات لنشوف. خلينا نبلش ب اذا كان عندنا هلا بليزيور ليني افيشي الكرون. في شيء عندنا مويان نحن نقدر نعمل لهم افيشاج دفعه وحده؟ شو؟ ما فيش رد بين. ما
معايا انتوا ولا لا؟ ويه طيب عم نقول في امكانيه تعلمنا في شغله نحن، تقدر تعمل لي افيشاج دفع وحده لاكثر من سطر؟ شو الاشياء اللي تعلمناها لحد هسه بتعمل لي افيشاج الكترون؟ استاذ، بس كيف قصدك بالضبط؟ هلا الاكزرسيس اللي عملناه، هلا ما عملناش اكزرسيس واستخدمنا فيه الانستركسيون اكرير ولير؟ شو بتعمل صحيح، الانستركسيون اكرير؟ بتبين على الاكران على الاوتيليزاتور شو بده يعمل. هو في مساج حاطه انا اونتر جيمي، مزبوط، وهو هالمساج اللي بيظهر قدامي على الشاشه، صح؟ صحيح. واللير شو بتعمل؟ لير بتخزن الفالور اللي حطيناها فوق اسم معين. يعني بدل ما نقول مثلا x equal set، ما اخذناش اول الجوريتم انه بنجيب الكاري للست، قمنا حطينا فالور وفلاش وراها رسوا set، خزننا فيه set، مظبوط؟ عدنا جبنا الكاري تبعه وضربنا فالور بار فالور وخزنناها بفاريابل اسمه كاري، صار فيها الكاري وعملنا له افيشاج. بس وقت عملنا فيرسيون ثاني قلنا لحتى نطلب من الاتيليزاتور بدل ما نحن نخزن على طول سيت بالفاريابل، قلنا بنخلي الاتيليزاتور انه هو يدخل الفالور بالفاريابل. شو هي الانستركسيون اللي بتخلي الاتيليزاتور هو يدخل الفالور بالفاريابل؟ هي الانستركسيون لي. اوكي، يعني احنا هلا عشان غير اثنين انستركسيون. ها، اول انستركسيون اكرير واستخدمها انا، وانتر جيمي بحط المساج اللي بدي انا يطلع على الشاشه، صح؟ صح. طيب فيها صعوبه كثير يعني هاي الشغله؟ لا، وضحت دكتور. وضحت؟ طيب هلا بنرجع لهي الاكزرسيس نيوروسيس، عم بيقول لي اعمل لي الجوريتم يطلع لي هذا السطر والسطر الثاني والثالث والرابع وسطر فراغ واخر شيء فوتر شوا. كيف بدي اعملها لهي؟ هات لنشوف. طيب نبلش باول شيء، وقت يكون في عندي افيشاج لبليزير ليني دونك على طول لازم افكر انا انه الافيشاج على الشاشه بيصير سطر سطر. دونك اول شيء بقول له اعمل لي افيشاج لاول سطر، عود اعمل افيشاج تحته للسطر الثاني للثالث للرابع للخامس للسادس. طيب لحتى اخلي هذا السطر يطلع هو ذاته على الشاشه شو لازم اعمل؟ اي انستركسيون بدي اسمعها؟ اكرير وجهه اكرير ولا بنكتب اكرير، راح اكتبها قدامكم اكرير وبنحط هلا قيمه. هلا بقى تعمل لي مشكله القيمه مش عم تطلع قيمه معي. دونك نجيب هاي القيمه ولا جيب اكرير ومنحط ليش عملت هاي؟ ولا هاي قيمة واخر شيء بشو بدي انهيها؟ بوان فيرجول. مش كمان لازم احط لها قيمة؟ انا مسكر قيمه ومنسكر البارونتيز وبنحط بوان فيرجول لحتى نقول هيدي اول انستركشن. طيب شو بتعطي هاي؟ بانه صار عندي اكرير اونتر قيمه ان تيري كونسلتاسيون دي زورير بوان. شو بتعطيني هيدي على الشاشه؟ كونسلتاسيون دي زورير ولا طيب هلا مع سبيس بس بدون دو بوان بتحطهم ما ضروري. لا لا ما فيش دو بوان، في بوان هون انا حاطط دو بوان بتطلع البوان وبدي شيل البوان في شيل البوان هون ما مش بحاجه له ولا كونسلتاسيون دي زورير. طيب الكرسر بعد واقفي هون مزبوط بدنا نعمل سبيس وشي بدك تعمل وتكتب هون. طيب هلا اذا جيت انا حطيت هون نفس الشيء مثل ما حطيت فوق، نجيب هون كلهم السطر الثاني مش لازم اكتب نفس الشيء اكرير كمان؟ هو هالسطر كمان بده يطلعه على الشاشه، صح ولا لا؟ مزبوط. يعني لازم بس حط انا اكرير
لازم تحط بعدها لير يا استاذ، ما يمشي الحل كلير ورا بعض لا اثنين هو مش يمكن. عم يطلب مني يدخل شيء على الكيبورد، شو عم يطلب مني هو؟ هو شو عم يطلب مني؟ الشغل المطلوب مني شو هو؟ قرأ له هاي الجملة سيس اكزيسيس نوردي، افيشاج دان منيو دو شو سيليكسيون يعني و شاك شوا افيشاج؟ دو ديكلونش ان يلا اكشن، شو افيشاج يعني؟ يعني يلا اكليك. غير انه بده يطبع على الشاشة قدامي بقى، مش عم بيقول لي دخل الدولار على الكيبورد ولا شيء، هو عم بيقول لي دخل بس اعمل لي افيشاج لهو مش اكثر. يعني انا وي جي كومبري. بدي اشتغل شو مطلوب مني بعمل، بس ما بيجي بعمل شيء ثاني. دونك هو عم بيقول لي طلع لي داتو. هون على الاكرام، طيب لا تطلع هاي المساج على الاكرام، بدي استخدم انستركشن اكرير، دونك حط هاي المساج اونتر جيمي وبسكر البارونتيز فبتطلع على الاكرام، مزبوط؟ ولكن مظبوط. هلا اذا كتبت هون اكرير وهون اكرير وهون اكرير كله اكرير اكرير، راح شو راح يصير عندي هلا؟ راح يصير انه هون بس كت طبع هودي على الشاشه طبعهم ووقفت الكرسر هون، بس وقت اللي بيجي بيلاقي هلا اكرير مره ثانيه هون، دونك راح هلا اشوف لكم راح احط لكم شو نتيجه الشغله على الشاشه هون. هالشيء اللي طبعته انا مثل ما كاتبه هلا انا هون راح يجي ويقف عندي هون، هاي اللي طلع عندي على الشاشه هاي. ولكن الكيرسر وين بدها توقف هلا؟ تترك اسباس لانه انا تارك اسباس ورا هون الاس، صح؟ مظبوط مظبوط، هاي اللي طلع على الشاشه هو هاي. طيب بننزل للانستركشن الثاني، شو بتطلب الانستركشن الثاني؟ اكرير هذا المساج، وين بيطلع هذا المساج؟ هات لنشوف. ما بيطلعش مطرح ما موجود الكرسر، يعني لازم يطلع هيك بهالشكل هذا. راح يطلع على نفس السطر اللي كاتبه انا كونسلتاسيون ديزورير، لانه في شيء انا موجود عندي قلت له انزل على السطر، صح ولا لا؟ صح. طيب لحتى نحن ما يصير عندنا كل الافيشاج كلهم على سطر واحد وبس يوصل لاخر الشاشه مثل ما صار عندي انا هون بالصفحه الوورد ينزل اوتوماتيك مو على السطر الثاني، انا ما بدي اعمل هاي، انا بدي اقول له بس تكتب اول سطر هاي نزال على السطر لحتى الاكرير الثاني وين تطلع؟ تطلع على السطر الثاني. اوكي بس كيف بدي اقول له نزال؟ ولا لحتى نقول له نزال على السطر شغله بسيطه، راح نستخدم نحن انستركشن واسمه اند ال كوم اند لاين، اند معناتها فان، فان دو ليني، دونك هي راح نستخدمها لحتى تحل لنا المشكله للافيشاج. شو بتعمل هاي الانستركشن؟ هاي الانستركشن مطرح ما موجود الكرسر بتنزل الكرسر على السطر الثاني، على اول السطر الثاني. يعني هلا اذا جينا اخذنا الاكرير ان كونسلتاسيون دي زورير بتكتب لي ان تيري كونسلتاسيون اورير، وصلت لوين؟ ورا الاورير وفي اسباس، صح؟ خلصت هاي الانستركسيون لانه في وراها دو بوان فيرجول. الانستركسيون الثانيه اللي وراها شو هي؟ اند لاين. شو بتعمل اند لاين؟ بتنزل الكرسر الموجود لهون على السطر الثاني. هسه بما انه نزلت على السطر الثاني في انستركسيون اسمها اكرير، شو بتعطيني هلا الاكرير هيدي؟ طالع على الاكران شو؟ مساج ثاني. مساج ثاني، ولكن الكرسر وين واقف بعدها؟ مش على باخر السطر. مش بعده على السطر، اذا في وراها انستركسيون اكرير هون وين بتطلع الاكريتور؟ مش بجنبها دغري؟ صح؟ مظبوط. اذا ما حطينا عمل صح. شو لازم نعمل هون؟ هات لنشوف. بنقول له نزال على السطر ولا لا؟ 1 فيرجول اندل 1 فيرجول اند لاين اند لاين دغري، بنقول له هلا نزال على السطر، بس نقول له نزال على السطر مش الحال، كتب اول سطر ثاني سطر، طيب ثالث سطر شو لازم نعمل؟ اكرير اكرير تروا ريزرفاسيون وراها اند لاين ولا لا؟ صحيح كمان والكاتر والكاتر كمان نفس الشيء نفس الشيء. طيب
وين زي على السطر؟ نزل السطر لهون صار واقف هون يعني هاي السطر اللي هون. طيب كيف بدي اترك سطر فراغ هلا انا؟ شو لازم اعمل حتى يصير عندي سطر فراغ بعد الكيتي؟ كمان بحط انت كتبنا هيك وجينا هلا قلنا له اكتب حط لي القيمه وانزل على السطر ليصير عندي سطر فراغ. هات لنشوف هاي الاند لاين ما نزلتش الكرسر لهون؟ صارت الكرسر موجوده هون ولا لا؟ طيب شو كيف بدي اقول له هلا انزل على السطر الثاني لحتى يصير عندي سطر فراغ؟ برجع بكتبه مره ثانيه. اذا حطيت اند لاين شو بيصير؟ مش الاند لاين هي بتنزل على السطر؟ بتنزل بعد مرة. هون كتب كاتر كيتي ونزلت الكرسر على السطر اللي بعده، بس وصل على السطر اللي تحته قلت له كمان اند لاين، شو يعني؟ يعني نزل على السطر اللي بعده، هذا السطر شو صار؟ ما سطر صارش سطر فراغ؟ صحيح. ولا دونك انا اذا بدي سطر فراغ او اثنين او ثلاثه بستخدم الانستركشن اللي اسمها اند لاين وبحطه قد ما بدي. دونك الاند لاين هي بعرفها انا انه هي بتنزل الكيرسر مطرح ما موجوده بتنزلها على السطر الثاني على اول السطر الثاني. اذا عرفت قلت له نزل على السطر فكمان هي السطر الواقف عليه صار بمثابه هو شو؟ سطر فراغ. دونك صار عندي هلا سطر فراغ. اوكي؟ طيب وفتر شو؟ هلا بكتب اكرير كمان اكرير وبحط فتر شوا جوات القيمه مزبوط صح؟ خلص يعني هلا شو؟ مشي حالنا بالنسبه للاكريتير. كيف بدي اقدر انا اقول له انزل على السطر وكيف بدي اقول له اطبع لي مساج على الشاشه؟ دونك اذا بنكتب اذا بنكتب هي الالجوريثم شو بيصير يعني الالجوريثم شو ناقصه بعد؟ دونك هول الاربع او خمسه ست اسطر اللي كتبناهم اكرير 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 بدنا نحطهم جوا الديبيو فان مزبوط صح؟ وي دكتور وبدناش نعطي اسم للالجوريثم بنسمي الجوريثم منو بوان فيرجول. هل في عندي استخدمت شي فاريابل انا جوات هالالجوريثم؟ في شيء عندي فاريابل خزنت فيه شيء فلا؟ لا نو دكتور لا يعني ما فيش عندي فاريابل بس سامبل شو؟ افيشاج عم بقول له اطبع لي هي هاي المنيو قدامي لحتى عاده نحن بس نجي نعمل اكزكسيون لاي بروجرام البروجرام بيعمل افيشاج لمنيو بيقول لي انت وصلت للبروجرام عندك هالبوسيبيليتي فيك تعمل هاي الشغله هاي الشغله هاي الشغله هاي الشغله اوكي؟ كيف بدي اعمل لهم افيشات؟ راح نشوف انه شغله بسيطه جدا انستركسيون اكرير او افيشي الشيء اللي بدي اياه يظهر قدامي على الشاشه بحطه جوات الاكرير. وكيف بدي اقول له انزل على السطر لحتى اعمل هالفورم اللي انا بدي اياه؟ بستخدم الانستركسيون اللي اسمها شو؟ اند لاين. ماشي الحال؟ هلا هودي فينا نشيلهم ما عادش بحاجه لهم خليهم بعدين يمشيلهم انا هسه ما عندناش مشكله. دونك الالجوريثم صار جاهز يعني فيكم تكتبوه هلا انتم لوحدكم؟ دكتور بس نحن لازم نحط بوان فيرجول قبل الاندال وبعد الاندال. بعد شو؟ البوان فيرجول بعد الاند لاين. دونك هسه نحن بدنا نجرب قد ما فينا انه كل ما نكتب مثلا انستركسيون او اوبيراسيون كيف بدنا نقول هاي نهايه الاوبيراسيون هاي؟ يعني لحتى انا ما اكتب الاند لاين هيدي على سطر ثاني تاخذ سطر ثاني ويصير الالجوريثم كثير كبير بما انها هي انستركسيون صغيره في اكتبها مباشره ورا هاي الانستركسيون. بس كيف بدي افرق انه هاي انستركسيون هاي انستركسيون؟ من خلال شو؟ بحط بوان فيرجول. هاي البوان فيرجول بالنسبه لي انا الاتيليزاسيون تبعها هي عم تعطيني انديكاسيون انه هي نهايه الانستركسيون. الانستركسيون بتبلش من اكرير لحد البوان فيرجول. الاند لاين بتبلش من هون لهون للبوان فيرجول. بدنا نجرب نعود حالنا هلا كل ما نكتب انستركسيون نحط وراها شو؟ بوان فيرجول. اذا نسينا بوان فيرجول مش راح نحسب عليها انه خطا ويا لطيف ها؟ راح نجرب قد ما فينا انه
نعود حالنا عليها لحتى بكره بس نروح على البروغراماسيون راح نشوف انه بالبروغراماسيون اذا ما حطينا بوان فيرجول ما بيمشي البروجرام بالمره ما بيمشي يعني هي فور اذا ما صلحتها معناتها ما في بوسيبيليتي انه يمشي البروجرام دونك نحن هلا بالالجوريثم راح نجرب نعود حالنا انه بس نكتب انستركسيون على طول نقول هيدي نهايه الانستركسيون شو نهايه الانستركسيون هي شو هي البوان فيرجول اوكي اوكي دكتور نعم في واحد مهضوم كل شوي عم بيطلعنا من المحاضره فاذا بتقدر تظبطها من عندك من السيتنج ما حدا يطلع حدا مال معروف كيف عم بيطلعك من المحاضره بيعمل لي ريموف ريموف عنده البوسيبيليتي يقدر يعمل لك ريموف ايه عند الكل عندهم بيقدر فكل شوي عم بيعمل لي ريموف معقوله يعني هاي الشغل هيدي ما بدي اشوف لك اياها على جنب انه بدي اخذ مني وقت لاشوف كيف اعمل لك اياها ما بيأثر للمره الجايه يعني بس اليوم مش اول مره هذيك المره بس كمان بس اذا بتعرف بس اذا بتعرف لي اسمه اعطيني اسمه لحتى اوجه له مساج على القليله وثاني شغله لحتى نبهه اذا بده يضل يشتغل هالشغله بتعلمني انت وتعطيني اسمك شو اسمك انت؟ انا محمود كلاكش محمود كلاكش راح سجل عندي انا هون محمود ومين هو اللي عم يشتغل معك هاي؟ نعم مين هو الشخص اللي عم يطلعك؟ ما المشكلة ما بينعرف من هو ما بينعرف لا فمن عندك من السيتنج في طريقة تحط انه بس انت فيك الظهر وتفوت اوكي طيب خليني لكين بس تخلص المحاضرة لحتى نقدر نجرب نظبطها ماشي الحال؟ ماشي يسلم دكتور وإذا صارت معك مرة ثانية خبرني ماشي طيب هاي الالجوريتم نيميرو 6 الاكزرسيس نيميرو 6 قلنا هو فاسيل ببلش بالالجوريتم بنكتب الالجوريتم مثل ما كتبنا هون الالجوريتم واسمه راح نسميه منو كل هودي مش راح نكتبهم الفاريابل هل بحاجة لفاريابل الالجوريتم اللي عملناه هلا الافيشاج مش بحاجة لفاريابل جوات الدي بي والفان هو هو الليني 1 2 3 4 و 5 و 6 ولا سي ليني كلهم اكرير 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 وانزل على السطر خلص هذا الاكزرسيس اللي هو سامبل افيشاج هسه اذا عملنا هالاكزرسيس وفهمنا معنى مضبوط يعني معناتها هلا صرنا فينا نقدر نكتب اي شغله على الشاشه بالشكل اللي احنا بدنا اياه طيب راح نروح هلا على الاكزرسيس نيميرو بعد السيس راح نروح على الاكزرسيس نيميرو 4 اكزرسيس نيميرو 4 بيقول لي اكريفي ان الجوريثم كي بيرمي دي كالكولي لو بيريمتر دو سيركل البيريمتر دو سيركل كلكم تعرفوها هني دو بي ار اي لا سيرفاس دو ديسك دو سو سيركل اللي هي بي ار 2 ان انتروديزون لو ريون بار ليتيليزاتور يعني احنا هلا بدنا نطلب من الاتيليزاتور يدخل لي الريون على الكلافيه وقت نقول انترودوير او سيزير يعني وين بدنا ندخلها عبر شو؟ عبر الكلافيه عبر الكيبورد دونك هلا بدنا نحل هيدي نجرب نعمل هذا الالجوريثم هسه راح نورا هالالجوريثم بنبلش نفكر بطريقه انه كيف بدي اعمل هالخطوات لحتى اقدر انا اعمل هيدي الشغله دونك شو الاشياء اللي تعلمناها لحد هسه نحن تعلمنا اول شغله كيف اذا في عندي فاريابل كيف اقدر ادخل له فالور فيه مزبوط من خلال الفلاش الافكتاسيون هون مثلا سات حطيتها بالفالور مزبوط تعلمنا الانستركسيون اكرير اذا بدي اطبع مساج او بدي اطبع فالير موجود بفاريابل وهلا تعلمنا اليوم كيف اقول له انزل على السطر لحتى ما يطلعوش كل المساج ملزقين ببعضهم والانستركسيون لير شو بتعمل لي
بد ما اقول له انا دخل الفالير بهالشكل على طول بالفالير بالفاريابل، بقول له لير واسم الفاريابل جوات البارونتيز. اللير شو بتعمل؟ بتخلي الاتيليزاتور يدخل فالير على الكيبورد، دونك بيعمل سيزي، بيعمل انتروداكسيون لفالير وبيستخدم الكلافيه، والفالير اللي دخله على الكلافيه بس يعمل انتر، وين بيتخزن؟ باسم الفاريابل. دونك هو الشيء اللي صرنا ماخذينه لحد هسه. طيب الاكزرسيس شو عم يطلب مني انا؟ عم بيقول لي هلا جيب لي البريمتر للسيركل اللي هي دو بي ار، والار هي شو؟ الريون. مين بده يدخل الريون؟ الاتيليزاتور. طيب ليدخل الريون الاتيليزاتور شو الانستركشن اللي بدي استخدمها انا لحتى اقدر اعمل هال الاكزرسيس؟ اول شيء بعمل كيف؟ الفاريابل مثل الفاريابل بالكونستون، لانه البي هي كونستون. ولا البي هي كونستانت. ولا قديش الفالور للبي؟ هي 3.14 مزبوط؟ بما في الكونستانت تعلمنا احنا كيف نعمل ديكلاراسيون لكونستانت، مزبوط ولا لا؟ رح نعمل ديكلاراسيون لكونستانت، نكتب نحن كونستانت كونستانت. وشو هي الكونستانت؟ بدي سميها شو؟ بي. هل في نعم سوري مقاطع، في حدا كمان هلا طلعني انا عم شارك. معقولة؟ مين عم يشتغل هالشغل كله سوا؟ يا شباب وصبايا اللي عم يحضروا معنا هون بالصف، يعني انتوا جايين عم تشتغلوا لحتى تتعلموا ولا جايين لحتى تعملوا مشاكل مع بعضكم؟ أبناش هذا الشغل ينعاد مرة تانية، ولا اللي بعرفه الشغل رح شيله من الصف نهائيا، أنا خلص عشو بيحضر نهائيا عندي. عم نسمع كلنا سوا؟ يعني إذا هالشغل هيك بده يصير يعني بصير عم نعمل مشاكل لحالنا نحن. لحظة بس اعطوني شوية وقت تشوف شو القصة اللي عم تصير. طيب رح نرجع نكفي الشغل تبعنا وبعدين نشوف كيف فيه، لانه انا مش مبين عندي انه اعطي اوتوريزاسيون لحدا ممكن يطلع حدا من الريونيون اللي عاملينها.
اوكي راح نرجع على الاكسرسيس اللي كنا عم نشتغل عليه. دونك البريمتر، كيف بدي اعمل هلا ديكلاراسيون لكونستانت؟ هل في انا اكتب هلا بي كاسم فاريابل؟ قول بي ايجال الفالور اللي بدي اياه. بدي اعمل هاي شو البي هيدي؟ اونتيه ولا ريال؟ ريال. ولا وهي البوان فيرجول قلنا شو بتعمل البوان فيرجول؟ بتقول سي لا فان دو لانستركسيون. دونك شو عملت انا بهي الشيء اللي كتبته هلا؟ عرفت على كونستانت وسميتها بي. هل في انا سمي اسم فاريابل بهالشكل؟ شو قلنا احنا المرة الماضية؟ اسماء الفاريابل شو لازم يكون هي؟ كلهم باللاتر. لازم اول شيء يبلش بكاركتر. ممنوع استخدم سمبول. السمبول هذا البي، هي بي هو سمبول. لوك ما في يسمي اسم فاريابل اسمه بي انا. هاي غلط هيدي، دونك لازم نتعلم كيف نعطي اسماء للفاريابل. دونك بما انه انا عم بلفظ بي، هات لنسميه بي اي. مين ما يقراها شو بيقراها؟ وبدي سميها بي اي اثنيناتهم ماجسكول، ما فيش عندي اي مشكله. ماجسكول مينسكول بالنسبه لنا هلا مش راح نعمل ديفرنس بيناتهم. ماشي؟ دونك سميت كونستانت انا اسمها بي اي وحطيت فيها 3 14 15 ريال. دونك شو بيصير من وراها هيدي؟ في غير انه صار في عندي كاز هون اسمها بي وفيها جواتها هذا الفالور. مظبوط؟ مظبوط. طيب شو لازم نعمل هلا بعدين؟ بعد ما عملت الكونستانت شو انا الفاريابل بون، شو ناقصني انا لحتى اقدر اجيب انا البيريمتر للسيركل؟ مش لازم اطلب انا من الاتيليزاتور يدخل لي الريون؟ بس يصير عندي الريون، قيمة الريون بضربه بالبي وبضربه بدو بحصل على البيريمتر ولا لا؟ يلا كيف بدي اقول له هلا دخل لي الريون؟ انتوا بدكم تقولوا لي هلا شو الانستركشن لازم نعملها هلا؟ فاريابل. قبل الفاريابل شو بدي بالفاريابل؟ الفاريابل هسه بس نكتب اسم الفاريابل وبنستخدمه وبعدين نرجع بنعمل له ديكلاراسيون حتى ما ننساش. بس شو لازم نعمل هلا فعليا؟ شو هي الاوبيراسيون لازم نعملها؟ لنقول له دخل لي الار. شو هي الانستركشن اللي بتخلي الاتيليزاتور يدخل شيء على الكيبورد؟ لير ولا اكلير. ما فيش عندنا غير يا لير يا اكلير، بس مش لازم نضلنا غلبط فيهم. اللير شو بتعمل؟ يا لير وراح اكتب لكم كلمه سيزير. شو يعني سيزير؟ سيزير يعني دخل شيء على الكيبورد. دونك سيزير شو؟ شو الشغله وين بدي ادخلها؟ باي فاريابل؟ طيب اذا جيت سميتها ريون، في سمي ريون لحتى بس اقراها اعرف انه هاي الريون للسيركل؟ شو رايكم؟ وفي سميها ار مثل ما هي مكتوبه عندي. إذا بدكم R بشيلها للريون، ها رح شيلها للريون لحتى يضل عندنا نفس الشيء. سيزير R شو بتعمل هاي سيزير R؟ هاي مثل لير R يعني. يعني شو بتعمل؟ بالبروجرام بيحفظها بهالشكل. البروجرام لا بيوقف عليها وبيخلي الاتيليزاتور يدخل رقم وين؟ على الكلافيه. وهالرقم اللي دخله الفالور اللي دخله وين بيتخزن؟ بالريون. بالريون. بس هلا انا استخدمت سيزير ار بس بعدني مش معرف عنها للار. شو هي الار هيدي؟ مش لازم اعرف عنها انه هاي فاريابل؟ وي كيف بعمل؟ برجع لقبلها بقول فاريابل. شو هن الفاريابل اللي بدي استخدمهم؟ عرفت اول واحد شو اسمه؟ ار. مزبوط؟ شو نوع الفالور اللي بدي اخزنه فيه؟
أنتي أنتي معقول على طول الريان أنتي ها؟ ولا بس إذا حطيته ريال أنا في دخل فيه يعني الريال ما بيحتويش على الأنتي بلى يعني أنا إذا بدي أدخل ريال يكون هو خمسة مثلا وكنت معرف التيب تبعه هي ريال تزبط الخمسة ولا لا؟ تزبط جوات الريال في أنتي بس جوات الأنتي ما فيش ريال صح؟ يعني أنا بدي أعطي اختار نوع من الدوني تيب دي دوني يقدر يمشي على كل الفالور إذا أخذته أنتي معناته كل الريال مش رح يمشوا بينما إذا أخذت ريال الأنتي والريال كلهم بيمشوا مظبوط؟ مظبوط يعني هلا الطريقة اللي حتى نشتغل فيها إنه وقت اللي عم بقول له أنا بدي أعمل الانترودكسيون للريون بار ليتيليزاتور دونك عرفت إنه بدي أستخدم الانستركسيون يا سيزير يا لير ار كتبت سيزير ار ورجعت عملت لها ديكلاراسيون لحتى اكون اكيد انه هاي الانستركسيون خلص بتمشي ما عادش عليها مشكله صح؟ الطريقه انه بنكتب الشغله وبنرجع لقبلها لحتى اذا بدي اعمل لها ديكلاراسيون مش عامل لها ديكلاراسيون بظبط الديكلاراسيون لحتى تصير انه هيدي الانستركسيون بدون مشاكل. طيب السيزير ما قلناش انه بيوقف الاكزكسيون والكيرسر كنت واقفة وعم تطفي وتضوي قدامي انا كاتيليزاتور شو بدي يعرفني انا شو مطلوب مني دخل هلا يمكن يتبادر لذهني انا انه مطلوب مني دخل الباسورد او مدخل الباسورد تبعي ما بيمشيش اكرير لافالور دو لاريون ولا عطول قبل الانستركسيون لير وقبل الانستركسيون سيزير لازم نحط له مساج للاتيليزاتور نشرح له انه هلا هاي الانستركسيون ورا هاي المساج راح يوقف الاكزكسيون مطلوب منك تدخل فالور شو نوع الفالور اللي لازم تدخله دونك على طول قبل السيزير او اللير بنكتب نحن اكرير الانستركسيون اكرير وبنحط مساج هاي المساج لازم يكون مساج كلير يقول له للإتيليزاتور كيف لازم يتصرف لحتى يمشي الشغل شو المساج اللي بنحط له إياه هلا للإتيليزاتور طول المساج انتر جيميل انترودوير لريون ريون دو سيرك دو بوان ومنحط اسباس وهلا منسكر الجيميل لحتى ما يصير وين الجيميل اوكي يلا ناخذ ولا وعطول بس نكتب الانستركسيون والخلص شو بنحط وراها فافرجول فيرجول لنقول خلصت الانستركسيون دونك هاي الاكري شو بتطلع لي على الشاشه هلا انتروديير لو ريون دي سيركل دو بوين وبتقف الكرسر هون ورا دو بوين بعيدي عنها شوي لحتى ما تكونش ملزقه فيها لانه في اسباس بين دو بوين وبين الجيمي خلصت هاي الانستركسيون نزلت على الانستركسيون الثاني سيزير ار شو بتعمل سيزير ار بتقول له بيفهم وقت اللي راهي المساج عرف الاتيليزاتور انه لازم يدخل الريون مظبوط قمنا دخلنا الريون ايجال 10 طيب بعد ما دخلنا الريون نيميرو 10 شو لازم اعمل انا لحتى اجيب البيريمتر مازال البي عرف الفالور تبعه والريون عرفت الفالور تبعه شو التريتمون لازم اعمله انا فعليا لاقدر اجيب البيريمتر هات لنشوف بجاوب دكتور مالو؟ شو لازم اعمل؟ اول شيء لازم ادخله بالفاريابل للبريمتر بدي اعمل له كالكيل انا مظبوط؟ بريمتر ايجال افش عنا ايجال في شو هلا؟ رسوة رسوة الايجال بس بنستخدمها هون بالكونستانت بنقول بريمتر رسوة رسوة شو؟ دو او احبرانتاز ولا كيف بنحط فوا نجمة اتوال نجمة نجمة اتوال وبعدين
دو تي. انا معرف عن البي ولا لا؟ صحيح باقي. وانا مخزن الفاليار بي الفاريابل او كونستانت اللي اسمها بي فيها هذا الفاليار، وبعدها بشو بدي اضربها؟ و ار. و انا مسميها ار، بدي اضربها ار. لو مسميها ريون كنت بدي اضربها بالريون. دونك مثل ما معرف الفاريابل بستخدمه. بعد في شيء لازم زيده على الانستركسيون؟ في شيء؟ لا اخر شيء بحط بوان فيرجول، بنحط بوان فيرجول خلصت الانستركسيون. دونك هلا بعد هاي الانستركسيون عملنا كالكول 2 فوا بي فوا ار وخزناها وين؟ بالفاريابل اللي اسمه شو؟ بيريمتر. هل انا معرف عنه للبيريمتر؟ لازم نحطه مع الريديون فوق بالفاريابل ما هيك؟ ولا نرجع هلا، ما نحن استخدمنا، عرفنا انه استخدمنا فاريابل وبحاجه لفاريابل، قمت استخدمته للفاريابل مثل ما حطيت هون وعملت الشيء اللي لازم اعمله، وهلا برجع لهون شو بعمل ساعتها؟ بزيد اسمه انه هو فاريابل شو؟ كمان ريال، لانه البي ريال والار ريال شو بيكون البريمتر؟ كمان ريال. مش لازم يكون ريال؟ طيب، عال خلصنا من البريمتر، طيب كيف بدي اجيب هلا؟ عم بيقول لي جيب لي السيرفاس. بحاجة إلى شيء؟ أول شيء بدنا نحط لها الفورمول تبعها مثل البريمتر. وين بدي أخزن الفالير؟ بديش اسم فاريابل اخزن فيه فالير، صح ولا لا؟ دونك بحاجه كمان لفاريابل لاقدر اخزن فيه السيرفاس لشو؟ لا البيريمتر. شو البيريمتر؟ هو بي ضرب شو؟ ار دو. كيف بدي اعمل ار دو؟ يعني ريون ار فو ار، يعني بدنا نفتح بارونتاز قبل الار. بدون بارونتاز، بدون بس يكون في برودوي هلا بديش بارونتاز. لانه عشان بيضرب ال بي بالار بالار، مش هيك؟ ايه مضبوط، ما كلهم مضروبين بعضهم، مش بحاجه تحط بارونتاز. دونك هلا صار عندي كمان فاريابل شو اسمه؟ سيرفاس، صح؟ شو لازم اعمل له للفاريابل؟ مش لازم زيده على اللائحه تبع الفاريابل حتى يمشي الحال؟ ولا بس يمرق علي بيقول لي طيب انت عم تطلب تخزن فالير بمحل وهذا شو منيش عارفه شو هو، منكش حجز له عند محل. دونك على طول شو لازم نعمل؟ لازم نحجز المحل ونقول شو بدي خزن فيه لهالبوات وبعدين بستخدمه. دونك هيدي بس نقول سيرفاس ريسوا او بريمتر ريسوا، ها معناتها هون عم بستخدم شو انا؟ عم بستخدم هيدي الزون اللي حجزتها. ما في استخدم زون الا ما اكون ديجا عامل لها ريزرفاسيون بالاول. دونك هذا المنطق اللي نحن لازم نمشي على طول فيه هلا، انه في شغله بدي اقوم فيها انا. اول شغله بدي اعمل لها ريزرفاسيون لتصير موجوده، الشغله الثانيه ساعتها في يدخل فيها فالور او اعمل التريتمون اقول له هي نتيجه التريتمون اللي طلعت معي خزنها بهالمكان هذا. دونك هذا المنطق اللي لازم على طول نحن نشتغل فيه، مثل ما عملنا هون سيزير ار استخدمنا، قلنا له دخل لي فالور وخزنه بالار. ما نحن لحتى يمشي هي قلنا بنرجع على الفاريابل وبنحط اسمه للفاريابل وبنحدد شو التيب تبعه. هي بكون حط لنا الاشياء الاساسيه اللي لازم نكون كاتبينها قبل ما نستخدم هيدي الانستركسيون لتمشي. ماشي؟ دونك بيريمتر جبناها هي دو بي ار، صارت مخزنه الفالور بالفاريابل بيريمتر. السيرفاس هي البي ار 2 صارت موجوده. طيب وشو بعد بدي هلا؟ شو الشيء اللي لازم اعمله هلا؟ بدي اعمل افيشاج. افيشاج كيف بدي اعمل افيشاج على الاكرون؟ بستخدم شو؟ افي افيش او افيشي، وبعدين بحط قيمه اذا في مساج صغير بدي طلعه. دونك افيشي كوا؟ فينا نكتب مساج لو بيريمتر دو سيركل دو ريون. قديش الريون تبع على السيركل؟
دوريمون ار. اسا الفرق وين صار؟ شو جابوا لهون؟ شو قبسنا يا جماعه؟ Donc le périmètre du cercle du rayon R, بمعنى ال R أنا مخزنة بفاريابل. Donc كل شيء اللي كتبته هلا جوات القيمة من هون لهون بيطلع على الشاشة مثل ما هو، مضبوط ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب ولكن عم بقول له هلا في فيرجول، يعني معناتها بدك تعمل افيشاج ورا هالمساج مباشرة. شو الفالور اللي بدي اعمل له افيشاج هلا؟ مش الريون للسيركل؟ وين مخزنه انا؟ وين حاطه؟ بالار. بالار، بكتب شو؟ ار. ار. بما انه هو اسم فاريابل، شو بيطبع محل الار؟ بيطبع الفالور الموجود جوات هيدي الفاريابل. يعني بيكتب لي لو بيريمتر دو سيركل دو ريون وراها دغري بيكتب لي 10، اذا انا فالور 10 اللي هون. وبعدين بحط انا نعمل نفس الشيء بالنسبه لشو لل السيرفاس ولا لا؟ بل مش لازم نعمل نفس الشيء، ولكن من خلال انه بعد ما اكتب البريمتر بقول له هلا اعمل لي افيشاج، بعد ما اقول البريمتر شو بدي اقول؟ لا سيرفاس، لا سيرفاس دي سيركل دي ريون ار. هسه هون ما بعد ما كبسناش هون ما عملناش افيشاج للبريمتر، دونك كيف بدي اقول له هلا اطبع لي ورا هودي البريمتر فعليا؟ كتبناش هالمساج لو بريمتر دو سيركل دو ريون ار، بدي اشوف انا ايجال، مش لازم اقول له ايجال؟ ايجال صحيح. اونتر برونتيز كيف بدي اطلع الايجال على الشاشه؟ اونتر جيمي، اونتر جيمي وبحط ايجال ولا اوكي هاي ايجال، وحط اسباس لحتى ما يطلعش الفالور ملزق فيها. هاي كنترول في وفيرجول. وين موجود الفالور تبع البريمتر؟ بالبريمتر بالفاريابل اسمه شو؟ بريمتر ولا لا؟ يعني هون شو لازم اكتب؟ صحيح بكتب بريمتر. بريمتر ولا دونك شو هاي الانستركسيون افيشي شو بتطلع لي على الشاشه هلا؟ هات لنشوف. تطبع لي شو المساج المكتوب جواد القيمه؟ بديش تفكير كثير الشغل الواحد يقعد يعمل هاي. شو المكتوب جواد القيمه؟ مطلب هو ذاته بيطلع لو بيريمتر دو سيركل دو ريون. هسه بما انه في وراه خلص المساج في وراها شيء ثاني بنطبعه، عم نقول له اطبع هالشغله، اطبع الفالور الموجود بهالفاريابل، عود اطبع ايجال، عود اطبع لي الفالور الموجود بهالبيريمتر كلهم ورا بعضهم. دونك بيطبع لي لو بيريمتر دو سيركل دو ريون وقديش في بالار؟ حطينا 10. بيكتب لي 10 وراها بحط وراها شو؟ ايجال. ايجال وقديش في بالبيريمتر؟ 2 فوا 314.5 ضرب قد ايه؟ 31.415 وضرب الار 10 هيك بيصير معنا. مش 31.415 بيطبع؟ انه عم بيضربهم بشو؟ بي ار بيضربها ب 2، 2 بيصير 6، يعني 62 بتصير. بس انه بيطبع لي اياه هون شو؟ كلهم على نفس السطر. طيب لحتى ما يطلع هذا السطر اللي الثاني اللي تحت دغري بجنبه شو لازم اكتب انا هون؟ اند لاين. بدي اقول لهم زال على السطر ولا اند لاين، اكتب لي هذا المساج وبس تخلص نزال على السطر. طيب هون شو لازم نعمل هلا كمان؟ مش لازم اقول له لا سيرفاس دو سيركل دو ريون ار، ورا الار شو لازم احط؟ مش كمان لازم احط ايجال؟ او بعد ما احط ايجال في يقول مثلا في يقول له فو، ها كلمه
انه بتساوي نحطها هون كنترول V فو فو قد ايه بيساوي؟ وين موجود ال الفالور للسيرفاس؟ ها؟ بالسيرفاس دونك لازم اقول له اطبع لي هلا شو؟ فيرجول ورا فو بدي اكتب كلمة سيرفاس بجيب هاي السيرفاس اللي هون وبنقول له حط لي اياها هون ساعتها كنترول في بيطبع لي هلا شو المساج اللي بيطلع هلا؟ لا سيرفاس دو سيركل دو ريون قديش في الار 10 فو دو بوان السيرفاس عمل ار فوا ار وضربها بالبي وحط الفالور بالفاريابل اللي اسمه سيرفاس بدي اقول له انزل على السطر هلا شو بنعمل؟ بنقول له هلا بعد ما تطبع هالمساج نزل على السطر نزل على السطر هلا خلص الالجوريزم تبعنا ولا لا؟ قول خلص بنحطها شو لازم نعمل لحتى يصير فعليا هو الالجوريزم كامل؟ هات لنشوف كيف بنحوله لهلا حتى يصير الالجوريزم كامل؟ نحط الدبي والفان اول شغله بشو ببلش الالجوريزم؟ بالالجوريزم بكلمه الالجوريزم بدي يبلش بكلمة الجوريتم مظبوط ولا لا؟ لأنه لازم نكتب نحن كلمة شو؟ الجوريتم وشو بدنا نسميه لها الالجوريتم؟ مين بيعطي الاسم؟ بيريماتر السيرفاس ولا فينا نسميه بيريماتر وفينا نحط سيرفاس لمين؟ لسر و بوان فيرجي عاد وراها جوات الالجوريتم في عرفها كونستانت مش هيك بعرفها كونستانت انا صح؟ وراها بيجوا الفاريابل او الفاريابل موجودين كلهم اسا مجموعة الاتاب اسويفر اللي هن بيكونوا فعليا الالجوريتم لازم نحطهم جوات شو؟ دبي دبي وبينتهي بشو؟ بالفان بالفان ولا دونك هاي دي فان و بوان او فان الجو مثل ما بدكم بينعرف انه سي فان صار جاهز عندي الالجوريتم ولا لا؟ جاهز هلا طيب هل لازم على طول نحن بس نجي نكتب الالجوريتم انه نبلش بالدبي والفان والالجو والله هو شغلي سهل اخر شيء فيه يزيدون فيني زيدون اخر شيء بس بعد ما اعمل كل الاتابات بس الاهم الاهم شو هني؟ الاهم هني هاو الانستركسيون اللي فعليا هاو اللي بين الدبي والاند ها والفان هني فعليا الالجوريتم مش هاو الاوبيراسيون اسويفر دونك اول اوبيراسيون اعمل هي ثاني اوبيراسيون اعمل هي ثالث اوبيراسيون اعمل هي رابع اوبيراسيون خامس اوبيراسيون سيريس اوبيراسيون بس وصلنا لهون خلص الالجوريتم حصلنا على النتيجة ولا لا؟ بلا حصلنا لا شاي الديفينيسيون للالجوريتم اللي اخذناه نحن انه الالجوريتم انونس اون سويت او ان انسومبل دوبيراسيون ها؟ او ياهن الانسومبل دوبيراسيون ولا لا؟ واخر اوبيراسيون معناتها صار عندي السوليسيون مظبوط؟ وقلنا هلا انه كمان شغله مش لازم ننساها اذا كان الجوريتم صغير ولا كبير الالجوريتم مقسم لثلاث بارتي اول بارتي دومني وين الدومني عندي انا شو في عندي دومني الدومني هي اول شيء الكونستانت صح هاي دومني ولا لا صحيح طيب ويعني اذا ما عرفتش على البي انا ما بدي استخدمها وشو الدونيت الثاني كمان اللي انا هي مش لازم يدخل الريون صح ولا لا صحيح دونك هاو دي وهاو
هاو لحد هسه اللي سميناهم دوني. بعد ما صار عندي الدوني هلا المرحله الثانيه شو بعمل؟ بقوم بعمل التريتمون مطلوب مني انا على هاو الدوني. دونك البيريمتر والسيرفاس هاو هن اثنين اوبيراسيون اللي انا قمت فيهم. في غير هيك؟ اعمل لي كالكول وحط لي اياه بالبيريمتر. بالبيريمتر اعمل لي كالكول ثاني وحطه بالسيرفاس. وبعدين بعد ما خلصت هلا التريتمون اخر مرحله شو هي طلعت عندي؟ افيشاج. الافيشاج يعني انا على طول بدي اشتغل بهالطريقه لانه بتصير اهون علي، ما اخلط كل شيء ببعضه. يعني اقول له دخل لي الريون، اعمل لي بيريمتر، اعمل افيشاج للبيريمتر، اقعد اعمل سيرفاس، اقعد اعمل افيشاج للسيرفاس. لا جرب اعملهم بهالطريقه. اول بارتي دخل لي كل الدونيل بحاجه لهم، ثاني بارتي كل شيء اسمه تريتمو كالكول لوصل للنتيجه اللي انا مطلوبه مني، واخر بارتي شو بعمل؟ ساعتها بعمل افيشاج للريزلتا المطلوبه مني. لانه مش كل ريزلتا وصلت له انا او خزنتها بفاريابل مطلوب اعمل له افيشاج على الاكرون. واضح؟ وضحت الشغله بالنسبه لهالاكزرسيس؟ اي دكتور. اوكي دونك هلا نحن هاي الاكزرسيس عملت لكم اياه انا، قاعديني عم بكتب لكم على اللوحة حتى شفتوني خطوه خطوه كيف عم بشتغل. انا بدي انتم تتعلموا كيف عملت انا بهالشغله، تجربوا هلا انتم تعملوا نفس الشيء بالنسبه للالجوريثم. هيك بدنا نشتغل. يعني كلمه الجوريثم وديبي وفا هودي اخر شيء، خلوهم للاخر، هو مش هن اللي بيعملوا لي المشكله. المشكله الاساسيه الاصعب شوي هي هاو الانسكشن اللي هون جوات الديبي والفا. بس اقدر اعرفهم شو الخطوات اللي لازم اقوم فيها، ساعتها بقول خلصت انا الالجوريثم تبعي، وبحط ساعتها الديبي والفا والالجوريثم وشو اسم الالجوريثم، واذا بدي زيد الرول واكسترا. بس هاي الطريقه لازم نشتغل فيها نحن على طول. دونك هذا الاكزرسيس نمبر 4. راح نروح على الاكزرسيس هلا الكاتر بيس، نرجع الاكزرسيس نمبر 5، اكزرسيس كاتر بيس ونعمله. هاي الاكزرسيس موجود عندكم بالفيش دي اكزرسيس. دونك اذا صورتوهن انتو راح نروح دغري مباشرة عليه للإكزرسيس كاتر بيس. دونك يلا راح نقول له روح على الإكزرسيس، هات لنشوف شو مكتوب هو كاتر بيس. هات لنشوف إذا حطينا كاتر بيس بياخذني عليها ولا لا. ولا هاي الكاتر بيس. أوكي وصل مباشرة عليه. لا مش هون، بدنا نسويهم اللي وراها كاتر بيس ايمون بلاير. مش راح ياخذني عليها، نكتب اكزرسيس اكزرسيس كاتر بيس. ولا وصلنا دغري عليها. هلا نجي الحال شو بيقول لي الاكزرسيس كاتر بيس؟ عم بيقول لي اكريفي ان الجوريثم كي ديموند على الاتيليزاتور دانترودوير اون تمبيراتور سيلسيوس اون سيلسيوس اي بوي ايل لا كونفيرتي اون فارونايت. نعرف في تمبيراتور بالفارونايت وفي تمبيراتور بالسيلسيوس. وشو هي الفورمولا اللي بتحول لي؟ عم بيقول لي تي فهرنهايت بتساوي 9 سانكيام لا تمبيراتور سيلسيوس بلس 32. كيف بدي اعملوا هذا الالجوريثم؟ خلينا نحكيهم حكي هلا بدقيقه لحتى نقدر نخلص بسرعه. كيف بدنا نعمل؟ قولوا لي لشوف. بنعرف الالجوريثم. نعرف الالجوريثم. اول شغله بعدنا عم نقول لك اياها ما تعمليش بهالطريقه. عم نقول نحن بنصير نفكر بشو لازم نكتب جوات الدبليو والفا.
بس يصير الاوبراسيون جاهزين وواضحين ساعتها بنكتب الجوريثم بنكتب الديبي والفا. بس هلا انا افكر الجوريثميك انه انا عم بيقول لي بنحط الفاريابل انترودوير ان تمبيراتور. طيب شو بدي اعمل اول شغله؟ كيف بدي ادخل تمبيراتور؟ ما هي المطلوب مني انترودوير ان تمبيراتور، يعني بدي ادخل شو؟ نحط اكريه. بدي ادخل شو؟ تيسي. مزبوط. بقول له لير تيسي، بس يصير التيسي موجوده معي مخزنه بفاريابل. بقول له اضربها بنفس كم وزيد عليها 32 وخزنها بفاريابل اسمه شو؟ تي اف. في غير هيك؟ واعمل لي افيشاج. في غير هيك؟ طيب بدي منكم للمره الجايه اكزرسيس صغير، الاكزرسيس نيميرو 4، الاكزرسيس 40 عملناه نحن هلا مش بحاجه له. بدي تشوفوا لي الكاتر ا والكاتر دو. اوكي هاو اكزرسيس سهلين، يعني فينا صرنا هلا قادرين نعملهم بسهوله. ماشي الحال؟ اي دكتور. يلا انا راح اوقف التسجيل هلا بالنسبه للمحاضره لانه خلص الوقت تبعنا، بس بدي منكم شغله هلا قبل ما نعمل هاي الشغله. جمعه الجاي بالنسبه للتوقيت نهار الجمعه مش راح اقدر اعطيكم نهار الجمعه، فيكم تعطوني شيء توقيت اقدر انا اعطيكم فيه محاضره؟ فيكم تتفقوا بين بعضكم وتحددوا لي وقت، انا بدي اعطيكم وقت ممكن اعطيكم فيه. في عندي الثلاثاء الساعة 10، في عندي الخميس الساعة 10، بس الجمعة ما فيه. دكتور نحن انا بتنيناتهم نحن عنا محاضرات، عنا وحدة مادة وحدة تحليل مالي. بهي الوقت اللي اعطيتكم اياه؟ ايه. طيب لكن انتوا اتفقوا على وقت يكون الوقت بعد الساعة 11:30. ماشي؟ إذا بدك الثلاثة على 11:30. عبولكم اتفقوا بين بعضكم، اتفقوا بين بعضكم لحتى ما روح لكم شل الحصة تبع نهار الجمعة. بعطيكم محاضرة تانية بغير توقيت نهار الجمعة.